ما بعرف، أنا كتير خايفة يا نعيمة. وليش لحتى تخافي بقى؟ الشيخ مهران أكد لنا إنه هالسم بطيء وما ممكن ينكشف ولا بشكل من الأشكال. لك إيه صحيح بس. ولا يهمك يا منال، الحكيم مهران ذكي كتير ومستحيل يورط حاله بمسألة مو مضمونة. بس أنا عم فكر تفكير تاني. وشو هالتفكير بقى؟ يعني أنا خايفة ما أقدر أصبر شهر. شو قصدك نعيمة؟ ما فهمت عليكي. يعني ليش ما بختصر الوقت وبساويه 20 يوم بس؟ يعني بدك تحطي لها أكتر من نقطة باليوم؟ هيك فكري. أوعك نعيمة، أوعك هلا تعمليها، خليكي ماشية على التعليمات. هو معك حق، بس خايفة تجنني بهالشهر زمان. يا حبيبتي يا نعيمة، أنتي صبري، ما بعد الصبر غير الفرج. أنتي قولي ما بعد الصبر إلا المجرفة والقبر بيكون أحسن. يا رب خلصني من حماتي واجعل مماتها قبل مماتي، وسمم بدنها يا رب قبل ما تسمم حياتي. تفضلي مرت عمو. شو ها؟ اشتهيت لك كاسة هالليمون من تحت ديادي. بس أنا ما طلبت منك ليمون. ولو يا مرت عمي، شو بدي استناكي لحتى تطلبي مني؟ لأ، وخاصة إني بعرفك بتحبي الليمون كتير. بعدين شفتك تعبانة شوي، امتركت على المطبخ، عصرت لك كاسة ليمون وحطيت لك فيها شوية ماء زهر. يسلموا إيديكي. الله يسلمك ويخلي لي إياكي يا رب. شو قصتك اليوم؟ لسانك دفيان عن غير عادي، فهميني شو القصة؟ والله يا مرت عمو لا في قصة ولا فصة، بس بصراحة أنا ناوي أفتح معك صفحة جديدة. يعني من اليوم ورايح رح تشوفي نعيمة تانية غير نعيمة الأولانية، وإن شاء الله رح تعتبريني مثل بنتك. إيه، ما منقول إلا إن شاء الله. صباح الخير مرت عمو. أهلين، صباح النور. يسلمني هالوش الحلو. قال الحلو حلو ولو فاق من النوم. تسلمي لي يا نعيمة، بس شو القصة؟ مالك بالعادة تفيقي بكير؟ صحيح مرت عمو، بس فقت بكير لحتى جهز لك القهوة. بقى بتحبي جيب لك القهوة لهون تشربيها على تختك ولا بتحبي تشربيها برا؟ لا، بشربها برا لحقتك. طيب حبيبتي، لك انتي قومي غسلي وشك وانا سابقتك على ارض الديار حتى ضمن لك عقد ياسمين، بعرفك بتحبي ريحته كتير. ايه والله، يلا لحقتك. ايه مرت عمي، قولي لي بقى شو حابه تتغدي اليوم؟ ما بتفرق شو ما كان. لا شو ما كان. طيب شو رايك يا ستي اعمل لك ملوخيه من تحت دياتي؟ بعرفك بتحبي الملوخيه. ايه والله بحبها، بس ما عندنا لحمه موزات. شو هالشغله يعني؟ هلا بنبعت عبود بيقطع لنا اللحمه وبفرد مره بنوصيه على شويه خضره. يمكن بقيان عندنا شويه خضره مو هيك؟ لا لا مرت عمي، انا بدي وصيه على خضره تازه مشان اعمل لك صحن فتوش بجنب الملوخيه. بعرفك قديش بتحبي الفتوش. ايه والله يسلموا ايديكي، حاكم الفتوش بالخل بيفتح القابليه. بتعرفي شو جاي على بالي كمان مرت عمي؟ خير ان شاء الله، شو جاي على بالك؟ جاي على بالي نطلع سيران انا وياكي وفايز، ونقعد بشي بستان حلو، ونبلش على شوي لحمه وفرم التبوله ولعب البرسيس. يعني منه منقضي وقت حلو مع بعض، ومنه منغير جو، ومنه بسمع قصص حلوه منك. بقى شو رايك مرت عمو؟ يا ريت والله، حاكم انا من زمان جاي على بالي اطلع سيران. اصبح خلص ولا يهمك، انا اليوم المسا بحكي مع فايز. ليش كم مرت عم الي انا؟ بتعرفي مرت عمو؟ سبحان الله شو وشك رايق اليوم. ما شاء الله، وكان حاسي حالي كأني أول مرة عم شوفك.